في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله إلى روسيا الاتحادية، قام جلالته هذا اليوم بزيارة إلى المعرض الروسي العسكري الجيش 2016 في مدينة كوبينكا في ضواحي العاصمة موسكو. وكان في مقدمة مستقبلي جلالته لدى وصوله إلى موقع المعرض نائب رئيس الوزراء الروسي لشؤون المجمع العسكري ديمتري راغوزين ووزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو، ولدى وصول جلالته إلى المعرض عزف السلام العسكري. ثم قام جلالته حفظه الله باستعراض حرس الشرف الروسي الذي اصطف لتحية جلالته. بعدها قام جلالة الملك المفدى يرافقه المسؤولون الروس بالاطلاع على المعدات العسكرية المعروضة التي تضمنت أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا العسكرية الروسية، حيث شاهد جلالته منظومة الدفاعات الصاروخية والجوية S-400 والتي تعتبر من أحدث المنظومات الروسية. كما اطلع جلالته خلال الجولة على الدبابة أرماتا التي تعد أحدث دبابة روسية. بعد ذلك عقد جلالة الملك المفدى محادثات رسمية مع نائب رئيس الوزراء الروسي لشؤون المجمع العسكري، تم خلالها استعراض أوجه التعاون بين مملكة البحرين وروسيا الاتحادية في مجال علوم الفضاء، مؤكدا جلالته ضرورة الاستفادة من الخبرات الروسية بما يحقق احتياجات مملكة البحرين وتطلعاتها المستقبلية في هذا المجال. وفي ختام زيارة جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه إلى المعرض الروسي العسكري الجيش 2016، تفضل جلالته بالتصريح التالي: يسعدنا أن نعرب عن بالغ التقدير للدعوة الكريمة من فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية وزيارتنا لهذا البلد الصديق، وخالص الاعتزاز بما يربطنا وبلدكم من علاقات تاريخية وطيدة تتسم بالتطور المستمر والتنوع المميز الذي يثري هذه العلاقة ويزيد من ثمارها، سواء على صعيد العلاقات الثنائية المشتركة أو من خلال التشاور وتبادل وجهات النظر والتنسيق المتواصل أزاء القضايا الإقليمية والدولية. سعدنا اليوم بالمشاركة في هذا المنتدى الهام والذي أعطانا الفرصة للاطلاع عن قرب على ما وصلت إليه التقنية الروسية العالية في مجال التصنيع الدفاعي من تطور ملحوظ ومتقن يعكس مدى الخبرة الطويلة والرفيعة لروسيا الاتحادية في هذا المجال، مؤكدين اهتمامنا وسعينا الدؤوب ومن خلال ما يربطنا مع روسيا الاتحادية من تعاون وثيق في هذا المجال على مشاركة الوفود العسكرية البحرينية في هذا المنتدى لتحقيق الاستفادة القصوى من الخبرات الروسية العظيمة في المجال العسكري الهام. نتقدم بالشكر والتقدير لوزارة الدفاع الروسية على تنظيم هذا المنتدى الذي يضم كبرى شركات التصنيع الحربي، بالإضافة إلى أعتد الخبرات ومراكز الدراسات وبيوت الخبرة المتخصصة في المجال العسكري الهام للجميع، متمنين لهم كل التوفيق والنجاح وتحقيق الأهداف المنشودة من تنظيم المنتدى.